كابتن احمد حسن ركبه، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا في السادسه. اهلا بيك يا كابتن احمد، ومبسوط ان انا مع حضرتك النهارده، وبالتوفيق لحضرتك دايما باذن الله. انا شفت صور كتير الحقيقه، يمكن ده اول لقاء يجمعني بيك بشكل مباشر، بس دلوقتي فهمت ليه فكره احمد حسن دروب. يعني يعني فطبعا في كتير من الملامح في الشكل. لا ده الاول كمان كان اكتر. كان اكتر من كده. مين اللي اطلق عليك اللقب ده؟ كان جمهور المحله. جمهور المحله. ومن ساعتها فضل خلاص بقى انت عارف جمهور المحله، يعني كمان نادي جماهيري وكده، فطبعا كان هو بدايه اللقب ده من غزل المحله. فعلا مبسوط المحله رجع دوري ممتاز ثاني السنه دي؟ اكيد طبعا. غزل المحله عنده كل الامكانيات ان هو يقدر يفضل موجود في الدوري. عنده جمهور كبير، عنده ملعب كويس جدا، هو بس ينقصه شويه حاجات كده، واتمنى له طبعا التوفيق في الفتره الجايه. والله كل الانديه الجماهيريه وحشتنا. يعني اصل متعه الكوره في الجمهور. صح. والمدرجات، كل ما تحس انه الفريق وراه دعم جماهيري، كل ما تحس ان المنافسه حتى بصرف النظر عن الترتيب في الدوري. انا فاكر ماتشات اهلي والمحله، الاهلي لما كان بيروح يلعب هناك كان بالنسبه لجمهور الاهلي ماتش منتظر، يعني مباراه بنبقى عاملين حسابها ومستنيينها وعارفين انها ماتش ليه حسابات. احنا كمان كلاعيبه لما بتلعب سواء جمهورك او جمهور الفريق الخصم بتحس ان انت مستمتع، يعني في متعة. بتبقى بالظبط بتنزل بتبقى عايز تبقى مبدع في الملعب، عايز تأدي بشكل كويس. الجمهور طبعا هو كل حاجه. وللاسف شديد مش بس في مصر، العالم كله افتقدنا بسبب يعني ازمه الكورونا طبعاً. دي وجود الجماهير في الملعب وبالتالي اتاثرت. انا امبارح كان نفسي جدا، لو تابعت انت ماتش مصر وسلوفينيا، احساسي انه لو كانت الجماهير موجوده في المدرجات كان الماتش ده هنشوفه ماتش تاني خالص، والنتيجه كانت هتبقى في حته تانيه خالص. اكيد طبعا، الجمهور رقم واحد زي ما بيقولوا.